أناشد إلى أصحاب القرار، إلى السيد وزير الداخلية، إلى السيد الوكيل المحترم، إلى السيد اللواء حسن الغانمي المحترم، أعرف ما ينظلم عندكم أحد. سيدي، بتاريخ 28/11 ضمن قاطعنا الفوج الخامس السرية الثالثة، سمعنا إطلاق نار بالخامس بالقاطع مالتنا. إطلاق النار توجهنا لدوريتين وبأمر رسمي، شرح مركزي موجود، تقرير خاص موجود. توجهنا لمحل إطلاق النار، لقينا زفة عرس بقرية تابعة للتمايمة الدجاج. من وصلنا للقرية وشفنا حفلة الزفاف، ترجينا من العجلات، حاولنا نمنحهم من إطلاق النار. تقريبا ما يقارب أعدادهم 600 شخص 700 شخص، كلهم مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة. أول ما ترجينا حاولنا نمنحهم، ضربونا، سبونا، غلطوا علينا، هجموا علينا، فلشوا الدوريات العسكرية، عدوا صور وأدلة، هجموا علينا بالسلاح. تلازمنا وياهم بالأيدي، تلازمنا وياهم، بعد ما تلازمنا وياهم ضربونا. من ضربونا اتصلنا بأمر الفوج، أمر الفوج توجهنا وهو قوة الفصيل. أول ما وصل أمر الفوج وهو قوة الفصيل هم تهجموا علينا وضربونا. أصابوا عندنا منتسبين، حالتهم تعبانة، منتسب عنده كسر بفكه، سنونه واقعة، واحد كسر بضلعه، واحد صابعه مكسرة، تقارير طبية موجودة. بعد ما اعتقلنا 7 أشخاص من عندهم توجهنا بيهم المركز، سلمناهم إجراءات أصولية، قمنا الدعوة بحقهم، وقفهم القاضي، صدر القاضي أوامر قبض، قبض وتحري بحق الهاردين بعد الاستفسار والاستعلام من الموقوفين عن اسماء الباقين شاركوا بالمشاجره. بعد تفاجئنا بتهديدهم انه من قبل شخص بكربله يدعي بالشؤون ومن قبل لواء بالوزاره. ما سكتنا احنا، وصلناها للناس المعنيين اصحاب القرار. اتصل بنا شخص من عندهم، تسجيل موجود، هددنا بنقلنا خارج الفوج اذا ما نتنازل عن الدعوه. وجماعه صلاح نفذوا، نقلوا امر الفوج، نقلوا امر الفوج خارج القاضي. وانا ما نقلوا امر الفوج، اجى امر فوج جديد العاميه الظاهر. اول يوم نزل بيه الفوج توجه هو والعميد حسن للجماعه بيت جوهر اللي هم الهاربين اللي عليهم اوامر قبض وتحري. تفاجئنا بحضور عميد ضافر وعميد حسن وجبة غداء ببيت جوهر اللي هم عليهم أوامر القبض. ورا ما كملوا الغداء، طلعوا صدر أمر بنقل المنتسبين المضروبين ونقل أمر السرية. صراحة ضجنا، افتاضينا، يعني قلنا هم بواجبنا وهم عسكر وهم دوريات وهم ناس خارجة عن القانون، وآمر فوج يساندهم هو مدير الأفواج واقفة هاي. فاتصلنا بمفارز الشؤون ووصلنا لهم الخبر، والجماعة ما قصروا، مدير الأفواج العميد محمد بلاد أو العميد إبراهيم شنشول ما قصروا الجماعة. بعد ما قاموا بتهديدنا عدة مرات ما استجيبنا لهم، احنا ما خضعنا لهم، لأن احنا ناس عسكر وواجبنا، وقلنا لهم تنازل ما عندنا، أي تنازل ما عندنا، احنا إجراء أصولي وقانون نريدها بالقانون، لا تحاولون ويانا لا بالعشائر ولا بالعلاقات. بعد ما عزوا توسطوا وقاموا بنقلنا خارج الفوج وبأمر العميد حسن والعميد ضاف. سيدي وكيل الوزارة حسين العوادي، سيدي وزير الداخلية، سيدي اللواء حسن، إذا تقبل ولدك بالواجب وينظلمون من قبل ناس خارجة عن القانون ضباط مساندتهم، فسيدي أنت أصحاب القرار، إحنا انظلمنا ونقلنا خارج الفوج، واليوم صدر أمر نقل بحقنا من قبل العميد ضابط والعميد حسن. يعني إحنا عجزنا يعني مش ما كان عجزنا. فسيدي إحنا ولدكم، وإحنا من طلعنا ما طلعنا بطلانين، طلعنا بواجب رسمي، والواجب الرسمي دوريات رسمية عسكرية، العلم العراقي الشقيق، بدلاتنا الشقيقات،
سبونا هانونا سبوا عرضنا كل هذا وقلنا فداء للوطن. بس سيدي ما الضباط الساند عشيرة التميم من أجل مصالحهم ومبادئهم ونقلونا واقفة يا سيدي عدة أدلة تثبت ورا ما طبعا عن أمر الفوج العميد الظافر نادى بينا وصاحبنا للفوج وطلب من عندنا المرابط بيننا وبين الطرف التمايمه واحنا رفضنا هذا الشيء وبعد محاولات عده رفضنا هذا الشيء. ضبط علينا قام يضبط قام يضبط علينا حاول بكل صوره دفع علينا عالم لزمنا ناس بس احنا راضين قلنا هذا الموضوع يهمس هذا هيبه الدوله ويهب سمعه وزاره الداخليه فالموضوع صعب. عندي شكر وتقدير من القائد الوكاله نشره الخبر تقارير طبية موجودة أوامر قبض وتحري موجودة الناس اللي عليهم أوامر قبض وتحري جاي يدخلون المقر الفوج أو غرفة أمر الفوج وأمر الفوج عدة علم بهم بأن دولي عليهم أوامر قبض وتحري وما جاي يتخذ أي إجراء بحقهم واليوم نتفاجئ بنقلنا خارج الفوج على بناء طلب من طلب التمائمة لأن أصحاب علاقات ونفوذ وواسطين. سيدي يا وزير الداخلية يا وكيل الوزارة يا سيدي لواء حسن مدير شؤون العراق أريد الانصاف بهذا الموضوع الانصاف بهذا الموضوع الموضوع ما يمسني به يمس البلدة العسكرية والهيبة العسكرية وسمعة الدولة وسمعة وزير الداخلية. فسيدي أريد الانصاف بهذا الموضوع عندي أدلة تثبت أوامر القبض والتحري والدعوة قائمة لحد الآن بمركز الشرطة شعب التميمي عجلات مضروبة تابعة للدولة لحد الآن من 28/11 هذا اليوم ماكو أي إجراء من قبل عامر الفوج خصوص العجلات. هذا المنسوب ضياء هاي حاضر يا وزير الداخلية سيدي يا وكيل الوزارة هذا ضياء هذا أمر قبض وتحري بخصوص المتهمين اللي يترددون يم العميد ظافر داخل مقر الفوج وما يتخذ أي إجراء بحقهم هذا أمر قبض وتحري وجاي يدخلون ويساومون على دمانه واحنا بالواجب الرسمي